أما هلأ لي بننتقل لأولى فقراتنا لليوم، دورة استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادي الشرعي لعام 2020 أصدرتها وزارة التربية، كما حددت شروط القبول للتسجيل بالدورة الثانية. الحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع وعن الدورة معنا الدكتور عبد الحكيم الحماد، معاون وزير التربية. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بالبداية خلينا نحكي، إيمت بدها تبلش الدورة الاستثنائية ولإيمت رح تستمر؟ يعني برنامج الامتحاني يبدأ في يوم الأحد الواقع ب 9/7 9/8 وحتى 20 من الشهر الثامن. من 9/8 لـ 20/8 و19/8 لشهادة التعليم الأساسي و20/8 لشهادة الإعدادية الشرعية. طيب خلينا نحكي معك، مين هن الطلاب اللي بيحق لهم فعلا يقدموا لهي الدورة الاستثنائية؟ شو هي الشروط؟ صباح الخير مرة ثانية، وشكرا لاهتمامكم بالدورة الاستثنائية الثانية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية التي أعلنت عنها وزارة التربية يوم 16 من الشهر السابع بكتابها الوزاري 3160، والذي حدد من هم التلاميذ الذي تنطبق عليهم المواصفات الذين سيتقدمون إلى امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية. طبعا بناء لدى وزارة التربية مرسوم يجيز لها أن تعلن عن دورة استثنائية بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي، هو المرسوم 181 لعام 2013. حدد هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية شروط التقدم إلى هذه الدورة الاستثنائية وحصرها بثلاث حالات. الحالة الأولى الذين سجلوا، طبعا الجميع الذين سجلوا لدورة 2020 أو لأي دورة امتحانية، لكن حصرا في هذه الدورة عندما نتحدث عن دورة 2020 الذين سجلوا لدورة 2020 ولم يتمكنوا من التقدم إلى امتحانات شهادة الإعدادية الشرعية أو شهادة التعليم الأساسي للأسباب التي حددت في التعليمات. أول هذه الأسباب منعته ظروف اضطرارية من التقدم بمادة أو مادتين أو المواد كاملة. على سبيل المثال الذين لم يتمكنوا من الخروج من محافظة إدلب، صحيح، ومن أيضا من ريف الرقة لم يتمكنوا من الحضور إلى تأدية الامتحانات، وبالتالي هناك مانع يجيز لوزارة التربية أن تعلن عن دورة استثنائية، وبالتالي تنطبق عليهم هذه الشروط. أيضا من لديه ظرف وفاة أحد الوالدين أو الأخوة حصرا أو الأخوات، فيكفيه ما يكفيه من معاناة إذا ما تغيب عن الامتحان بكامله أو مادة أو مادتان يستطيع أن التقدم إلى هذه الدورة الامتحانية. بيتغيب مادة أو مادتين حصرا ولا ممكن أكثر؟ أنا قلت إما المواد الامتحانية كاملة أو مادة أو مادتين، يعني إذا ما حصل لديه لا سمح الله طارئ لهذا الطفل وتعرض إلى عمل جراحي مثبت بوثائق في المشفى، وبالتالي يكفيه ما يعانيه من ألم. نعم. كل العالم وإذا ما تعرض في بداية الامتحان ولم يتمكن من تقديم امتحاناته أجاز له المرسوم أن يتقدم إلى الامتحان. وأيضا من في بداية الامتحانات توفى أحد الوالدين أو أحد الأخوة والأخوات أجاز له أيضا المرسوم بأن يتقدم إلى الامتحانات. وإذا ما لم تسمح له الظروف، يعني لمن توفى أحد الأصول طبعا وحصرت هي بالوالدين والأخوة حصرا والأخوات في منتصف الامتحان ولم يتقدم إلى بقية المواد، وبالتالي تنحصر هذه الدورة الاستثنائية في هذه المواد التي لم يتقدم بها. وبالتالي هذه الحالات من لم تسمح لهم الظروف للتقدم إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة 2020 لهذه الدورة بالظروف التي منعتهم، على سبيل المثال من ريف حلب ومن ريف إدلب ومن ريف الرقة أو من ريف دير الزور، ومن تنطبق عليهم الشروط الأخرى وفاة أحد الوالدين أو الأخوة والأخوات أو من تعرض لعمل جراحي أو لأسباب يقبلها مدير التربية وتصادق عليها وزارة التربية. نعم دكتور، من هم الطلاب يلي ما فيهم يقدموا على الدورة؟ الذين تقدموا لامتحانات الدورة الأولى، يعني الدورة الأساسية شهادة التعليم الأساسي. نحن ليس لدينا دورة أولى وثانية بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي. الذين تقدموا للدورة الأولى هي دورة استثنائية بجميع المواد أو تغيبوا بدون عذر
لا يسمح لهم بالتقدم إلى الدورة الثانية دون عذر مثبت. نعم تمام. حالات الأعذار واضحة بأن تكون قد منعته ظروف، ولدينا إثباتات يعني ريف الرقة وريف حلب هم سجلوا ولم يتمكنوا من الخروج، والأسماء مثبتة وموثقة، وبالتالي حق لهم التقدم إلى هذه الدورة. لدينا أكثر من 18,000 من محافظة الرقة وإدلب وحلب والبعض في دير الزور. على سبيل المثال جديدة الفضل كنا قد أجلنا امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدى هؤلاء التلاميذ بسبب الوضع الصحي، أيضا يستطيعون التقدم إلى هذه الدورة كون هناك ظرف منع هؤلاء من التقدم. ووزارة التربية حريصة على أن لا تضيع أي فرصة على أي تلميذ من التلاميذ إلا وتقوم بإجراء ما هو مناسب حتى لا يخسر سنة من عمره إذا ما كانت قد انطبقت عليه الشروط التي حددها المرسوم وتعليماته التنفيذية. أيضا برأس المعركة كان هناك البعض القليل، وأيضا هناك من أتوا من أو من الوافدين من لبنان الشقيق وتم حجرهم، وبالتالي لم نتمكن من إجراء امتحاناتهم بالصورة المثلى لهؤلاء، وبالتالي يستطيعون التقدم كونوا مسجلين إلى هذه الامتحانات والظروف منعتهم من التقدم إليها. وجهود يمكن كبيرة وجبارة عم تقوم فيها وزارة التربية فعلا لا يمكن تهيئ جميع الظروف لتقديم جميع الطلاب اللي ما قدروا ضمن ظروف استثنائية يقدموا للامتحانات. خلينا نحكي عن بند بشرط للتقديم يخص الحالات الاضطرارية ضمن شروط التقديم. الحالات الاضطرارية التي يقبلها مدير التربية، نحن كنا قد تحدثنا على سبيل المثال حالة المرضية، حالة جديدة الفضل، حالة رأس المعرة، هذه ظروف اضطرارية. ظروف الاضطرارية منعت الطلاب الذين في ريف الرقة وريف دير الزور وريف ريف إدلب من التقدم إلى الامتحانات، هذه حالات اضطرارية. نعم. لكن من تغيب، يعني للتوضيح، من تغيب بذاته ومزاجه لا يستطيع التقدم. لا يستطيع. نعم. يعني ما في حالات استثنائية غير اللي ذكرناهم. نعم. حالات وفاة، حالات مرض مثبتة. نعم. حالات محددة بالبلاغ الوزاري والتعليمات التنفيذية للمرسوم 181 لعام 2013. نعم. دكتور خلينا ننتقل إلى الأسئلة ومستوى الأسئلة يلي رح تكون بالامتحان. أكيد يمكن تم دراسة الأسئلة كيف رح تكون. خلينا نطمن الطلاب والأهالي أكثر من الطلاب، رح تكون كيف رح تكون كتير صعبة مثل ما عم يحكوا ولا لا؟ يعني بتقصدي إن الأسئلة رح تكون سهلة أو صعبة قياسا؟ لا مو سهلة أو صعبة. معقولة طبعا بيقولوا هيك. نعم. يعني بس نطمنهم. نعم. للأهل قبل الطلاب نقول لجميع الأبناء التلاميذ والأبناء الطلاب عندما توضع بنوك الأسئلة توضع بمستوى نوعي واحد، وهناك بنك لدى وزارة التربية فيه لكل مادة امتحانية 20 نموذج امتحاني. تمام. وهذه النماذج الامتحانية هي متوازية ومتقاربة في الوزن النوعي لكل من هذه النماذج، فما يقدم لك في الدورة الأولى أو ما قدم لك في الدورة الأولى سيقدم لبقية البقية في الدورة الثانية على نفس المستوى، لكن ليس هو نفس النموذج لكنه بنفس المستوى وبنفس الوزن النوعي لهذا النموذج. فلا يوجد لدى وزارة التربية ما هو صعب وما هو سهل، وإنما الصعوبة والسهولة تكمن بمقدار الاستعداد للامتحان لدى التلاميذ والطلاب. أكيد. بس في كثير من الطلاب بيقولوا لك أنه كانت الأسئلة بدها مجهود أكبر أو صعبة، لهيك بدنا نسألك دكتور عن الأخطاء اللي حصلت بالامتحانات ببعض المواد مثل الفيزياء والكيمياء اللي حكوا عنها الطلاب. هاي الأخطاء كيف رح يتم الأخذ فيها من خلال سلم التصحيح؟ طبعا الاختصاصيين قاموا بمعالجة هذه الموضوعات من خلال سلم التصحيح، ولن يضيع حق أي طالب نتيجة أي غلط امتحان. هلا نحن اليوم جايين نتحدث عن الدورة الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، لكن يعني بكلمة مختصرة وكلمة مطمئنة، لن يضيع حق طالب في امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية بمختلف فروعها. وزارة التربية جادة على أن تعالج أي مشكلة أو أي حالة
من خلال سلامة التصريح وبالطريقة المباشرة. نعم. خلينا دكتور نرجع نقول لكل الطلاب يلي حابين يقدموا للدورة الاستثنائية إمتى بحق لهم الطلبات والإثباتات؟ قديش بدها وقت من الدراسة لحتى يتم قبولهم أو رفضهم؟ طبعا هي الأعداد بكل تأكيد هي أعداد قليلة بالنسبة لطلاب الرقة وإدلب وحلب والمحافظات، فهي محددة يعني محددة مسجلة ومثبتة، وبالتالي ليست بحاجة ما على التلميذ إلا أن يصطحب البطاقة الامتحانية ويأتي إلى مديرية التربية التي يتبع لها ومديرية التربية. لأن يعني أشكركم على توجيه هذا السؤال، لابد أن ننوه بأن المراكز الامتحانية دمشق وريف دمشق والقنيطرة حددت في دمشق، وايضا يستطيع التقدم ابناء محافظه درعا والسويدة اذا ما كانت هناك حالات اضطراريه التي تحدثنا، حالات مرض او حالات وفاه احد الوالدين او الاصول، وبالتالي يستطيعون التقدم من خلال البطاقه الامتحانيه بغير محافظه فيه يعني اذا في محافظتي متابع التي كانوا قد سجلوا فيها وترسل الى المكان الذي سيتقدمون للامتحان فيه. فعلى سبيل المثال طلاب ادلب سيتقدمون بحما، والرقة بمحافظة الرقة، وحلب بحلب، لكن إذا ما كان هناك حالات تنطبق على أبنائنا التلاميذ في حالة بطرطوس أو اللاذقية سيتقدم هؤلاء بأوراقهم إلى أو بطاقاتهم الامتحانية إلى مديرية التربية المعنية التي يتبع لها، ومن ثم تحدد مراكزهم الامتحانية في محافظة حما وأبناء حلب في محافظة حلب. يعني فينا نقول وزارة التربية عم تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف اللي ممكن تكون قاهرة فرضت على الطلاب خلال الفترة الامتحانية. وهذا التلميذ يستطيع أن يتقدم من خلال بطاقته الامتحانية ومن خلال إثباتات إذا ما كان هناك حالة وفاة أو حالة مرضية موثقة إلى مديرية التربية التي يتبع لها، ومن ثم مديرية التربية تنسق مع المديريات التي ستحدد المراكز الامتحانية فيها. يعني أكيد لا يوجد أي تعقيدات بالنسبة لهذا الموضوع، لأن هذا حتى لا تستوفى منه رسوم تسجيل لأنه بالأساس هو كان قد سجل ودفع الرسوم المطلوبة. دكتور نحن بدنا نتمنى التوفيق لكل الطلاب، وأكيد مشكورين على الجهود اللي عم تبذلوها من أجل طلابنا من أجل الاستمرار في مسيرة العلم، وأكيد بدنا نتمنى لهم التوفيق. كلمة أخيرة بتحب توجهها حضرتك دكتور لكل المدرسين وكل الطلاب أيضا يلي عم يبذلوا جهود بالظروف الاستثنائية؟ طبعا في البداية يعني نحن نتوجه إلى جميع الأبناء التلاميذ ونقول لهم الأبناء الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم لابد من الاستعداد للدورة الامتحانية الثانية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وأن يقدروا ما تقوم به وزارة التربية من خلال هذا المرسوم الكريم الذي سمح لهؤلاء الأبناء أن يتقدموا إلى دورة استثنائية ثانية شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وأن يحققوا النجاح، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. وأن لا يتساءلوا بأن الأسئلة صعبة أو الأسئلة سهلة، عليهم أن ضمن المنهاج أن يستعدوا. نعم ضمن المنهاج ومن ضمن المحدد أكيد أن يستعدوا بالقدر الكافي الذي يحققون أو يضمن لهم النجاح من خلال ما اكتسبوه من معارف ومهارات وأنشطة وقيم واتجاهات كانوا قد تعرضوا لها على مدى العام الدراسي أو مرحلة تعليمية. وأنتم تعرفون بأن المخرجات التعليمية لشهادة التعليم الأساسي أو الثانوية فهو مخرج تربوي ونعتز ونفاخر به أمم الكون. وأيضا نقول لهم للذين يقومون بأعمال التصحيح الآن لشهادة التعليم الأساسي والثانوية الأمان الآن بين يدي هؤلاء الزملاء الذين يقومون بتصحيح الأوراق الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية. وأيضا للأبناء التلاميذ نقول لهم بأن التسجيل يبدأ للدورة الاستثنائية الثانية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من 22 من الشهر السابع ويمتد حتى 2/8/2020 ومن 9 الشهر ل20 والامتحان يبدأ يوم الأحد 9/8 وينتهي 19/8 بالنسبة لشهادة التعليم الأساسي وللإعدادية الشرعية 20/8 لأن هناك مواد شرعية. نتمنى لهم التوفيق والنجاح، نتمنى لهم الصحة والسلامة لأبنائنا التلاميذ ولزملائنا الذين يقومون بأعمال التصحيح ويواصلوا الليل والنهار ودائما توجيهات المسؤولين. أكيد نوجه لهم تحية للكل بوزارة التربية على الجهود الكبيرة اللي عم يقوموا فيها، ودائما سيد وزير يوجهنا بالمتابعة الحثيثة لمراكز التصحيح
ولأي عملية امتحانية حتى تصدر النتائج وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية وفي حينها وفي وقتها المحدد. أكيد. شكرا كثير لحضرتك دكتور. أكيد نتشكرك الدكتور عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية على وجودك معنا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم. نتمنى لكل الطلاب اللي رح يقدموا على الدورة الاستثنائية التوفيق يا رب. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا بك. شكرا كثير لحضرتك.